خلصنا كنا حكينا عن الجراي ماتر والسيريبرال كورتكس، حكينا عن الوايت ماتر، وحكينا عن الماسز من الجراي ماتر اللي هم سميناهم ايش موجودين ديب انسايد الوايت ماتر للسيريبرال، سميناهم ايش البيتا الجانجليا او البيتا النيوكلياي. حكينا هذول فيري امبورتنت اللي هم امبورتنت فانكشن بالايش لهم موتور، اذا الفانكشن بتاعهم بدل موتور تمام. ايش كان الفانكشن بتاعهم؟ تعمل موديوليشن للموتور بلانز، ريسيف انفورميشن الموتور بلانز من الموتور كورتكس ايش؟ تبعثها للبيزا الجانجليا، والبيزا الجانجليا شو راح تعمل؟ راح تعمل تعديل على هذه البلان. كيف التعديل بيكون؟ الفاينل ريزلت تكون الفاينل سيجنال تكون فوكسنج، ما فيهاش لا زياده ولا نقصان تمام؟ سموث برسايز جول دايركتد موفمنت تمام. حكينا الديسوردرز عاده كونها سموث كذا، اذا بعض السيجنال راح تكون انهبيتد وبعضها راح يعملها بروموشن حسب فائده هذا السيجنال، خلينا نحكي بشكل عام تمام. حكينا عاده اذا صار مشكله ليجنز البيزل جانجليا بتوقع اشياء اثنين، يا اما شيء زياده هايبر فايتيك ديسوردر مثل كوريا مثل ايش كمان باركنسون هايبوكاينتيك مثل باركنسون والكورية وإيش والأثيتوسيس والهيمبوليسيس، هذول إيش 3 هايبر كاينتيك ديسوردر ريليتد للبيزل جانجليا. طيب اليوم راح نحكي شوي، راح نطلع شوي برا البرين، راح نحكي عن اول شيء راح نحكي عن المينينجيس. احنا حكينا سواء كانت السي ان اس بين عند السباينال كورد دي ار باوند داخل الكرانيال كابيتبل سكال وداخل الفيرتبرال كولوم تمام. حكينا في عندنا المينينجيس اللي بنسميها السحايا بالعربي تمام، يعني 3 لايرز ميمبرينز، هذول ايش سراوند ايش البرين والسباينال كورد، نسميهم ايش المينينجيس. المينينجيس اذا 3 لايرز اوف ميمبرينز سراوند البرين والسباينال كورد، هذول الثري لايرز اللي هم الخارجيين بنسميها الجلورا ماتر، الميدل لاير بنسميها الاركينويد ماتر، والطبقه الداخليه شو بنسميها البيض تمام. اذا هذا هو بعد السكال وي هاف 3 هذا السكال تمام، ان هذول الثري لايرز جلورا اركينويد البيامتر اللي هي سراوند ايش مثل ما حكينا البرين والسباينال كورد، وبتعطيكم بروتكشنز تمام. نيجي عليهم واحده واحده. الجلورا ماتر مثل ما احنا كاتبين هون هي الالفا تف فايبرس لاير تمام. اذا هي هذا لما يشيل السكال في عندنا زي ممبرين فيري تف ممبرين تمام، مكون من فايبرس تشو، هاي شو بنسميها الديورا ماتر، عشان هيك بنسميها التف مادر او بالعربي شو بنسميها الام الجافي. ليش؟ لانه هو فيري سترونج ممبرين تمام. طيب الديورا ماتر لما نيجي عليهم على تفصيله راح يكون من كل من تو لاير، وحده الدوستيال لاير. الدوستيال لاير هي تعتبر بارت من، يعني هي لاين الانر سيرفيس للسكال بون تمام. السكند لاير اللي هي الانر لاير اللي هي المينينجيال لاير، احنا عاده بنحكي الديورا بنقصد هذه المينينجيال لاير بتاعت الديورا مثلا تمام. هلا اذا بيجي هون شايفين هذه الطبقه، طبعا هذا السكال للسكال تمام. في عندنا هون ايش هذا الديورا ماتر الالفا تاب فايبرس لاير تمام، مكون من تو لايرز، الدوستيال اللي هي على الانر سيرفيس للسكال بون، والداخليه اللي هي المينينجيال لاير تمام. واضح؟ هلا عاده هذول طبعا طبقه الانر الالفا لاير الدوستيال لاير هذه ايش مش موجوده على في في حول السباينال كورد، يعني حول السباينال كورد هذه التو لايرز بيكونوا موجودين ايش بس حول البرين، بينما اذا بترجع للسباينال كورد الديورا مثلا مكونه بس من المينينجيال لاير الطبقه الداخليه تمام. واضح؟ طبعا مثل ما احنا شايفين هون على الانر سيرفيس للسكال تكون تو لاير كيرمل تاج توجذر تمام. متى بصير لهم سيبريشن؟ لما يعمل شيء ستراكشرز موجوده داخل السكال بنسميهم الفينس ساينس تمام. سمعتوا فيهم الفينس ساينس؟ هاي الفينس ساينس هذول ايش فيهم الفينس ساينس؟ الفينوس ساينسز هي عباره عن ستراكشرز، هذه بنشوفها كل الفينوس بلاد من البرين السيريبرال فين، شايفين السيريبرال فين كلها راح تتجمع ايش داخل هاي الساينسز تمام. الساينسز راح تاخذ البلاد هذا كلياته
جمعوا كلياته بين عدد كبير من الساينسز وجمعوا اخر شيء بالايش فين بنسميه الانترنال جاجولار فين اللي هو اللي بيطلع من وين من الجاجولار فورامين وبينزل على الـ على الـ على النك بينزل على الـ على السرير البنك هذا تمام واضح اذا هذول هم تو لايرز تبعت الفيرومتر هذا اسمه في المسميه بين الساينسز طيب هلا هون شايفين اذا ملاحظين طبعا هم هون هذا كروس سكشن للبريد كورونال سكشن للبريد هذا الرايت وهذا الليفت هيمسفير بنشوف المينينجيا لاير راح تبعت هاي السكه تمام السكه هذه شو بنسميها ديورال فولز الديورال فولز هي عباره عن اكستنشن من او سكه الاوريجن تاعها من الايش من المينينجيا لاير تاع الديورامتر تمام هذه ايش بنسميهم الديورال فولز هلا راح نحكي عن الديورال فولز شايفين بعد ما نشيل السكال بنشوف ايش هذا الديورال مثلا هذا فيريتا ممبرين تمام واضح هذا الارك اللي بنشوفه هون اللي هو الميدل مينينجيال ارك راح نيجي نحكي عن الانتراكرانيال هيماتوما راح نحكي عن واحده من انواع الهيمورج شو بنسميه ايبديورال هيمورج او ايبديورال هيماتوما عاده هذا الارك اللي شايفينه الميدل مينينجيال ارك هو سبب كذلك البلد بتجمع اذا واحد مثلا طفل صغير وقع او واحد صار مع اكسيدنت ولا ضربه على الهيد عاده بتصير فيه ايش وخصوصا عند منطقه التيريون التيريون هون بعض منطقه بالسكال تمام الارتري هذا هو مباشره خلف هذا تمام فاي فاكتور تيريون راح يصير عندنا ايش انجري في الميدل مينينجيال ارتري وبالتالي يصير عندنا هيموريج الهيموريج راح يتجمع البلد بين السكال البون تاع السكال بين السكال والديورا في هذا السبيس اللي شايفين هون هذا شو بنسميه هيبديورال هيماتوما تمام هلا راح نشوف انواع كمان لما نجي نحكي على البلاد سبلاي راح نشوف انواع الهيماتوما اللي بتصير في البريد اهم شيء وقتها بس بدي اوريكم المهم المهم اللي بيهمنا هون هذه هي ايش الديورا مثلا تمام هذا هو ايش شكل واحد من الساينسز الموجودين ايش هذا طبعا هذا السكال هاي الديورا تمام هذا هو الساينس شوف الشكل تاعه واحد من الـ من الـ من الساينسز بين الساينسز الموجود وين في الـ في الـ في البريد او في السكال طيب الديورا فورس مثل ما حكينا ايش هي عباره قبل شوي عباره عن اكستنشن تنشن من الـ من الـ من المينينجيال لاير الى المينينجيال لاير تاعت الديورا متر تعطينا اكستنشن الاكستنشنز هذه بتدخل تعمل سبريت الكرانيال كافيتي لايش؟ لديفرنت كومبارتمنتس اول ديورا فولد رح نحكي عنها اللي هي هذه شايفينها؟ هذا الفالك السيربري الفالك السيربري مثل ما احنا شايفين هون اللي شفناها قبل شوي هلا مش احنا حكينا في عندنا رايت وليفت سيربرال هيمسفير تمام شو الفشر اللي سميناه اللي بيناتهم الميديان لونجيتودينال فشر الميديان لونجيتودينال فشر هذا شو بكون فيه الكوربس كلوزر تحت تمام يعني انت لما تيجي تفتح البرين تطلع جوا راح تشوف ايش الكوربس كلوزر بس فوق في فشر فوق الكوربس كلوزر الكوربس كلوزر هذا اول البارت السيربرال اللي هذا اللي هي موجود بتوين ايش الميديان لونجيتودينال فشر تفصل الرايت هيمسفير على الليفت هيمسفير شو بنسميهم؟ البالك سيربري تمام؟ البالك سيربري اذا موجود في الميديا لونجيتودينال فيشر في واحدة بنسميها تنتوريوم سيربري واحدة من الديورال فولز كمان اللي هي تنتوريوم سيربري تنتوريوم سيربري تفصل في الخلف موجودة تفصل ايش شو كل في الاعلى لها الاوكسيبيتال لوب وتحتيها ايش؟ سيربرال لوب تمام؟ لكن كنا نحكي الانتيريور سيرفس للبريد شو كنا نسميه؟ orbital part و tentorial part ليش tentorial exterior سمناه or tentorial part لأنه related لايش tentorial cerebellum تمام ايش عندنا كمان اذا البارت cerebellum شفناهم between two cerebral hemisphere اذا هو dural wall ايش
تنشي من الديورا متر موجود ايش في الميديا الميديا فيشر between the two cerebral hemispheres. طبعا هذا بنشوف فور هذه شايفين هذه هي ايش الارك سيمبلي في تو فينز او ساينس في هذول ساينس اللي قبل شوي كنا نحكي عنهم مثل الفينز الساينس تمام تحتوي على فينس بلد تمام. هلا في اللور بوردر في اللور بوردر للبارك سيمبلي بنشي هذا الانفيريور ساجيتال ساينس الابر بوردر لما يكون مع الاتاتشمنت تلسكوب بيمشي السوبيريور سيجيتال ساينس تمام. هون هون عند الاتاتشمنت بين البارك سيربري والتنتوريوم سيربليا هذا اللاين شو بيمشي عندنا؟ الستريت ساينس تمام؟ هذا الستريت ساينس تمام؟ وفي عندنا برضه من اليورال فورد كمان هذا شايفينها؟ هذا شو بنسميهم؟ البارك سيربلي البارك سيربلي نفس البارك سيربلي بتفصل بين التو هيمسفير بتاع السيربروم البارك سيربلي سمول سايز هي شايفينها؟ وبيمشي فيها ساينس بنسميه الاوكسيبيتال ساينس بتفصل بين التو لوبس بتاعت ايش؟ بتاعت السيربلا هذا الـ هذا الكاب بتاع السكال دي كريست هذا مكان الاتاتشمنت بتاعت البارك سيربلي البارك سيربلي هي شايفينها؟ تمام؟ تيجي تعمل اتاتشمنت مع الفرونتال كريست تمام هاي مره ثانيه طبعا شايفين هذا ايش الرايت ويلت سيربرال هيمسفير بيوصلهم بالفشر بالميديال فشر بين البارك سيربرال بين الاوكسيبيتال لوب والسيربرال بين ايش تنتوريوم سيربرالي هلا اللي بيجي من الخلف وبيفصل بين الرايت والليفت هيمسفير تاعت السيربرال شو بنسميه؟ بارك سيربرالي اذا هذول كلياتهم ديورال بودز هم ايش اكستندد ستيشن من ايش من الديورا متر من المينينجيال لاير للديورا متر واضح تمام بعد ما حكينا الساينس هلا كل بلد كل الفينس بلد من السيربرال بينز من البينز اللي بتطلع من البين تجمع بهذا الساينس الساينس هذه زي بينز تجمع اخر شيء وان يعني وان ساينس والساينس هذا بينزل بيكمل ايش؟ بينزل يعني ديتيلز هاي راح ناخذها في البلاد صلى الله ما فيش داعي نحكي عنهم، ترجع ايش؟ بتتجمع في كل الفينس بلاد من البريد بتتجمع ايش؟ في الانترنال جاجولار بين بينزل في النك، واضح؟ بس عشان تعرفوا شو هي الساينس طيب واحدة من الديورا واحدة من الديورال فورد كمان اللي ما كنا نحكي عنهم اللي هي الديافراجما سيلا، الديافراجما سيلا السيلا التورسيكا شو بلبس فيها؟ يعني. هلا الديافراجما سيلا برضه هي الديورال بورد اذا البورد من الديورا متر بتعمل الروف السيلا تورسيكا فالانفانديبيولار بتاعت احنا نعرف انه البيتيوتري جلاند اتاش بايش؟ لهي الفانوس عن طريق ايش؟ الستاك هاي اللي بتربط البيتيوتري جلاند مع الهاي الفانوس عشان هيك الروف شايفين هون هي زي ثقب هذا زي عامل الثقب في الديورال بول في عشان تمر هاي الفايبر تربط الهايبوثالاموس مع البيتيوتري جلاند في لها زي ايش؟ السنتر في ثقب فيها شايفين؟ طيب هلا هذا اول لاير اذا اول لاير هي الديورا ديتيلز اكثر مكون من تو لاير وحده اندوستريال لاير كفر الانر سيرفيس للسكال بول وفي عندنا المينينجيال لاير المينينجيال لاير كمان ايش؟ هي اللي بتعطي الاكستنشن بتعطي الديورال فولز مثل ايش؟ الفالك السيربري فالك السيربلي تنتوريوم سيربلي والديافراجما سيلا السكند لاير هلا بنحكي عنهم السكند هلا السكند لاير هي الاراكينويد والفيمتر الاراكينويد والفيمتر مش مثل الديورا هم فيري ديليكيت ممبرينز تمام؟ تخيلوا لهم يعني شوفوا انا وقعدوا في شايفين كيف؟ المساحة الأركينويد هي فري ايش؟ ديليكيت ممبرين على عكس الديورا طيب هلا الأركينويد هون طبعاً إذا بنرجع للصورة هنا هون كانت هذه الديورا مثلاً صح؟ تمام؟ الأركينويد هو بالأحمر ديليكيت ممبرين تمام؟ وبالأخضر هذا الموجود مباشرة التاج أو أدهير للبرين تشو شو يسميها؟ البيئة مثلاً هذول هم الثلاثة لاير الاوتر ديورا والاركينويد ميدل والانر لاير اللي اتاشت على البرين سيرفيس شو بنسميهم؟
البيئة منها. هلا إذا بنلاحظ إنه الديورا والأراكينويد ما بيدخلوا داخل السلكاية، تمام؟ الوحيد اللي بتصير كل continuous أو deep inside السلكاية تعات البرين تعات الكورتكس هي البيئة منها، واضح؟ هلا مرة ثانية، إذا هذه هي الأراكينويد بالأحمر، السبيس اللي تحت، السبيس اللي بتوين الأراكينويد والبيئة منها، شو بنسميه هذا السبيس؟ أنا بسميه سب أراكينويد سبيس. سب أراكينويد سبيس شو بكون فيه؟ فيلد وذ فلويد بنسميه سي اس اف، سيريبروسباينال فلويد. ايش كمان بيمشي فيه؟ البلاد فيسلز والفينز، يعني السيريبرال ارتريز والسيريبرال فينز، وين بكون بيمشوا؟ بيمشوا بهذا السبيس، تمام؟ واضح؟ شايفين البلاد فيسلز بيمشي ايش؟ داخل السب أراكينويد سبيس، اذا هو فيلد وذ سي اس اف، برضو الفيسلز للبرين تكون بس ثرو هذا ايش؟ هذا السبيس. هلا في عندنا فيري ثين سبيس بين الاراكينويد، بين الاراكينويد والايش؟ والديورا، تمام؟ هاي السبيس، هذا شو بنسميه؟ سب ديورا، تحت الديورا سب ديورا سبيس. هذا السبيس الثاني تحت الاراكينويد شو بنسميه؟ سب اراكينويد سبيس. بس هذا سبيس كبير، فلت وذ سي اس اف، هذا فيري ثين سبيس، يعني هو بوتنشال سبيس، تمام؟ في سمول اماونت من الفلويدز، واضح؟ تمام؟ اذا السب ديورال سبيس وهذا ايش؟ سب اركينويد سبيس. واذا ملاحظين هون هذه الارتريز، احنا حكينا الارتريز والبيز اللي بغلب البريد شو؟ موجودين داخل ايش؟ بعد ما يطلعوا من البريد بيمشوا داخل السب اركينويد سبيس. شايفين البيز؟ هلا البيز شايفين هذا ايش؟ واحد من السيربرال بيز، برجع الاضراب على هذا السيركتر، شو سمينا هذا السيركتر؟ الفينوس ساينس. اذا السيربرو، اذا هذول السيربرال بيز الكروس من خلال الصاب ديورال سبيس لحتى تقدر توصل لايش؟ للفينوس ساينس، تمام؟ واضح؟ طيب شايفين هذول احنا هون ايش؟ شايفين الاراكينويد، شايفين الاراكينويد، ونشوف كيف البيز السيربرال بيز اللي موجوده في الصاب اركينويد سبيس كروس ثرو اللي هو الصاب ديورال سبيس عشان تقدر تصل للفينوس ساينس. هذا الشيء اللي بنشوفه هون، تمام؟ هذا ليش مهم انا احكي لكم اياهم؟ لانه هذول البيز شايفينهم؟ هذول الكروسنج اذا صار فيهم دمج، صار فيهم دمج هون، وين راح البلد يتجمع؟ الصاب ديورال سبيس، بيعمل شيء اسمه صاب ديورال هيماتوما، تمام؟ احنا صرنا ماخذين تو تايبس من الهيماتوما حكينا، واحد اللي هو ايش؟ ابديورال هيماتوما، ابديورال هيماتوما يوجوالي هو الاوريجن للبلد من وين؟ من الميدل من الجي ال ار، تمام؟ بينما اذا هو اللي هو ارتيريال بلد ميدل من الجي ال ار، بينما الصاب ديورال هيماتوما اللي تجمع البلد هون تحت الديورا اطراف الاراكينويد، شو بنسمي هذا؟ صاب ديورال هيماتوما، عادة بتسوي ايش؟ دمج بهذول الايش؟ بهذول الفينز، تمام؟ اللي كروس الصاب ديورال سبيس تو جيت انتو ذا ايش؟ للفينس سايتس، تمام؟ لا هي اصلا موجوده في الصب اركينويد، هي بتكون ماشيه من اوش الصب اركينويد، بس عشان تقدر توصل، عشان تقدر ترجع البلد للساينس هي الارتري، هذا لل يعني راح ما انا مش بديش ادخل كثير موضوع الهيماتوما قصدك، لا خليها للبلد ده وقت المحاضره الصبيه، بس انا بدي احكي لكم مصطلحات، يعني بديش تسمع هاي اشياء كثيره شائعه، يعني ايه بديورال هيماتوما، صب ديورال هيماتوما، صب اركينويد هيماتوما، بس انا بخليها للبلد سبلاي رح نحكي التفاصيل هذه كلها، تمام؟ بيجي بنحكي واحد وقع صار معاه نزيف، تمام؟ شو بتعرف عنه؟ شو بتعرف نزيف؟ في نزيف بصير خارج الديورا، تحت الديورا، او تحت الاراكينويد، في نزيف بصير لا الصب اركينويد سبيس، في نزيف لا بصير داخل نسميه انترا كرانيال، انترا سيربرال اللي هو داخل التشو تاعت البريد، تمام؟ بس انا ما بديش ادخل تفاصيل هذا، بس احنا بنحكي هلا مبدئيا على الـ على الـ على اللايرز تاعت الميننجيز، واضح؟ طيب اذا الصب اركينويد سبيس مره ثانيه، اذا هذا بنحكي هاي الديورا، ذس ذا بون، هذا الديورا تحتيها اللايرز، هذا شو بنسميها؟ الاركينويد. اخر لاير اللي هي ديب انسايد
البيت تشرب بالسلسايد، شو بنسميها البيه مثلا؟ السبيس بين الاراكينويد والبيه مثلا شو سمينا هذا السبيس كلياته؟ الساركينويد سبيس. حكينا الساركينويد سبيس فيل بالسي اس اف وبيحتوي على البلاد فيسلز تاعت البريك، تمام؟ واضح؟ طيب هلا في عندنا نشوف هاي شكله زي سبونجي، سبونجي تشو، هذه بنسميها الاراكينويد تربيكولي، عشان هيك بسموا الاراكينويد، الاراكينويد بنسميها هي شو معناها؟ عنكبوتيه، طبقه العنكبوتيه صح؟ اه الاراكينويد، لانه بسبب هاي اللي هي الاراكينويد تربيكولي زي فيلمنتس، شايفين هذه النازله؟ هذه فيلمنتس بتطلع من الاراكينويد لاير وبتروح تستند باتجاه ايش؟ الدايمتر، تمام؟ هذا عشان هيك هي شكل العنكبوتيه، تمام؟ عشان هيك هاي هذه الفيلمنتس او النتورك من الفيلمنت بنسميها الاراكينويد ثيرابيكيلي، واضح؟ تمام؟ اذا كنتين السي اس اف والبلود فيسل. هذا السب اراكينويد سبيس. هلا مره ثانيه احنا جايين هون بنشوف انه الثري لايرز، تمام؟ بحيطوا بالبرين والسبانال كورد. هلا السب اراكينويد سبيس في بعض الاريا، تمام؟ بنسميها سيسترنا، سيسترنا اريا بكون فيها السب اراكينويد سبيس شوي وايد، تمام؟ يعني السايز تاعه اكبر، تمام؟ هذول بنسميهم سيسترنا. في بعض السيسترنا اللي بنعرفها في عندنا مثل هذه السيسترنا ماجنا. سيسترنا ماجنا اللي بتيجي بين السيربيلوم والميدلا برينجال، تمام؟ هذا بنسميها سيسترنا امبيوس. او السيربيلو ميدلا سيستر، بتيجي بين تقريبا بين السيربيلوم بين السيربيلوم والكوربس كالوزم. في واحدة هذا سيسترنا بونتس امام البونز، تمام؟ في واحدة أمام البيدنكس تاعت الميدبرين نسميها ايش؟ انتر بيدنكلر سيستم. إذا هذول بنشوفهم بالام ار اي، واضح؟ هذول السبيسز اللي هون اللي هم سيستم، تمام؟ واضح؟ سيستم ماجنا، سيستم امبيرز، بونتس وانتر بيدنكلر. طيب هلا في هون في بعض الستركتر حد سألنا عنهم. نرجع للصورة هاي أربعة. في بعض الستركتشرز هذول شايفينهم؟ هلا حكينا السي اس اف السيبر كلود سبيس فيلت ويز سي اس اف، تمام؟ السي اس اف هذا وين راح يروح؟ هلا السي اس اف مينلي هو بروديوسد وين بروديوسد؟ في الكابيتيز، في عندنا هلا راح نحكي عنهم سكند بارت من هاي المحاضرة الأولى. في كابيتيز داخل البريك، كنا نحكي لهم أول كابيتيز سميناهم اللاترال فينتريكلز. اللاترال فينتريكلز هناك في عندنا ستراكشرز بنسميها كورويد بلكسس. كورويد بلكسس هي يعني نتورك من البلود فيسلز موجودة داخل هذه الكابيتيز اللي داخل البريك، هي اللي بروديوس السي اس اف. السي اس اف راح يدخل على الفينتريكلز من سم وير، بعدين راح يوصل لايش؟ للسب اركينويد سبيس. هلا السي اس اف بعدين بصير له ري ابلورشن للبلود، تمام؟ عن طريق هاي الستراكشر اللي شايفينها زي اكستنشن من الاراكينويد تشو باتجاه ايش؟ الفينس ساينس. هذا شو بنسميهم؟ الاراكينويد جرانيوليشن. اذا الاراكينويد جرانيوليشن هي اكستنشنز من الاراكينويد تشو باتجاه الفينس ساينس. فانكشن تاعها يصير في عندنا ايش؟ ري ابزوربشن للسي اس اف تو ذا فينس بلاد. واضح؟ شو بنسميهم هذول؟ اراكينويد جرانيوليشن. اخر لاير اللي هي البيئة، البيئة مثلا اللي هي ادير تو ذا بريت تشو، تمام؟ وهي مثل ما حكينا ديف انتو ذا سلكاي، تمام؟ هلا اذا في عندنا سلكس معين الديورا تعمل كروس ماب تدخل، والاركينويد نفس الشيء، بس اللي بيتبع السلكاي تاعت العدد الكبير من السلكاي على السيرفس للسيربروم اللي هي البيئة مثلا، واضح؟ تمام؟ هذه شايفينها. هلا الارترز هذه الارترز الموجودين في السب اركينويد سبيس اللي راح تغذي البريد تشو راح تدخل داخل البرانكايما تبعت البريد تشو، تمام؟ هلا وهي داخله كمان راح يلحقها ايش؟ لاير من البي متر دائما بيحط فيها، واضح؟ تمام؟ طيب في اي اسئله عن المنجيس؟ في اسئله؟ بلاد
prep period مش تقول لك تفاصيل الاستروجين بس ما خطوش باللي في الاستروجين. طيب هلا البراد بريم بريم بشكل عام هو او ايش دقيقة شوي. هلا البراد بريم بريم مش تدخل تفاصيل كله بس هو البراد بريم بريم البراد بسيل قبل ما تدخل كل حاطه هنا دايما دايما في جزء تذكر خلايا اللي هي او النيورو جلايا سيلز. الجلايا سيلز واحده من انواع اسمهم الاستروسايتس. الاستروسايت شكلها مثل الستار ولها مرتبه البروسيس. كل بروسيس بتروح بتلف ايش حول البلد بسيلز. في اكثر جزء مهم البلد بريم بريم تمام اللي هي هذا البروسيس تاعتها الفوت بليتس تاع البروسيس تاعتها هي اللي بتحيط في ايش في البلد بسيلز. فهو انتقال حتى النيوتريز او اي شيء من ما بصير بشكل مباشر تصير عن طريق الاستروسايتس. برضو الابيثيليوم تاع البلد بسيلز يعني كلها هو كلها لايرز يعني تمام اللي هي بتعمل ريجوليشن لدخول وخروج اي مولكيول من البلد على الـ على النيرفس تيشو. واضح؟ بصراحه لازم في محاضره هيستولوجي. طيب تمام واضح. طيب هلا نيجي نحكي عن موضوع اخر يعني استكمل هذه المحاضره مش علاقة بالجسم والفنتركلر سيستم. الفنتركلر سيستم اللي هم هو مجموعة الكافيتيز الموجودة داخل البرين. يعني كم كافيتي داخل البرين؟ 4 كافيتيز. اثنين حكينا عنهم اللي هم ايش؟ لاترال فنتركلز. اللاترال فنتركلز موجودين داخل السيريبرال. حكينا كل سيريبرال هيمسفير. شفناها على الموديل اللي هو في سي شيب. تمام؟ سي شيب كافيتي بنسميه لاترال فنتركلز. تمام وفي عندنا كمان 1 ثيرد فنتريكل و 1 فورث فنتريكل. تمام الثيرد فنتريكل هون موجود هلا الدين سيفالون مكون من 2 سايد لان رايت تو ليفت ثالاموس رايت تو ليفت هايبوثالاموس. الثيرد فنتريكل موجود بين 2 ثالاماي يعني الثالاموس كنت مع بعض رايت تو ليفت السبيس اللي بيناتهم شو بنسميهم بنسميه ثيرد فنتريكل. الفورث فنتريكل اللي هو لا خلينا نطلع هاي اوضح فورث فنتريكل هو هذا السبيس اللي هو بين السيريبيلم وايش والبرين ستيم. هذا شو نسميه الفورث فنتريكل. اذا كم عندنا فنتريكلز؟ 4 فنتريكلز. اذا الفنتريكولار سيستم هي ايش كوميونيكيتنج بين كافيتيز داخل البرين. طبعا هذا الكافيتيز قد لهم اتصال مع بعض تمام في كوميونيكيشن بينهم تمام. في عندنا 2 لاترال فنتريكل 1 ثيرد 1 فورث فنتريكل. طبعا فيها ستراكشر اللي هي هلا اللي راح نحكي عنهم وشو ذكرناهم الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس مسؤول عن البرودكشن ليش للسي اس اف. اذا السي اس اف السائل المحيط بالموجود في السبع بنود سبيس ومحيط في البرين والسبينال كورد وين بروديوس داخل الكافيتي عن طريق ستراكشر بنسميهم الكورويد بلكسس. طيب هذول اول فنتريكلز تروح على كل هذول الكافيتيز اكثر شفوه صار لاترال فنتريكلز بلشت بلاغات ولا لسه؟ هلا لما تروح على البريدز حتى الجايراي وتشوفوا كيف كليه الجايراي شوفوه على مودلز افضل يعني صراحه. هو لو صح انه حتى نجيب مودلز بس ما بينفع كونها قاعه كبيره نجيب مودل حتى على المحاضرات تمام. بس هو في عندنا ايش؟ اذا تفتح داخل البريد راح تشوف الكافيتيز هذول. اول شيء راح نشوف اللاترال كافيتيز اذا في عندنا 2 لاترال كافيتيز شايفين كيف شكله تمام. في عندنا بعدين 1 ثيرد فنتريكل هذا الفورث فنتريكل. طبعا في الكوميونيكيشن بيناتهم 2 لاترال فنتريكلز يفتحوا اوبن على الثيرد فنتريكل عن طريق بنسميه فرامل بنسميه فرامل اوف مونرو تمام. الثيرد فنتريكل مع الفورت فنتريكل في عندنا داكت تربطها اللي هي بنسميها السيريبرال اكويداكت او السيريبرال اكويداكت اوف سيريبيس تمام. وبعدين من الثيرد فنتريكل في عندنا فرامنا واحد بنسميه فرامنا اوف ماجنتي وفي فرامنا اوف نوشكا. هذول اللي هم طلعوا سي اس اف من الثيرد من الفورت فنتريكل على السب اركينويد سبيس. واضح؟ طبعا هذول مثل ما احنا شايفين هذول هم اللاترال فنتريكل
The lateral ventricle and the lateral ventricle two C-shaped cavities موجودين داخل cerebral hemisphere. إذا بنيجي على الباك هلا الجزء الأمامي هذا موجود بالفرونتال لوب تمام؟ هذا شو بنسميه الأنتيريور هول. بعدين عندنا البادي وفي عندنا هذا الباك موجود في الأوكسيبيتال لوب شو بنسميه؟ أوكسيبيتال هول. وفي عندنا باك موجود بالأنتيريور هول أو بنسميه تمبرال هول موجود في التمبرال لوب. واضح؟ تمام؟ إذا هذول التو كافيتيز في شير كافيتي موجودين ايش؟ سيربرال هيمسفير مكون البارك انفيريور هول بادي اوكسيبيتال او انفيريور هول انفيريور هول او التمبرال هول. واضح؟ تمام؟ هلا كل 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 واحد من هذول الفنتريكل الرايت فنتريكل اوبن على الثيرد فنتريكل على السبيس اللي بتوين تو ثرماي اللي هو الثيرد الفرامين الموجود هو شو يسمي هذا؟ فرامين اوف مور تمام؟ او انتر فنتريكلر فرامين تمام؟ وعم من الرايت سايد ومن الليفت سايد. طيب ايش كمان عندنا؟ طبعا هلا شايفين البادي هون البادي البادي تاع تاع الرايت والليفت عشان هلا الرايت والليفت هذا الشكل تمام؟ كل واحد موجود بالسيربرال هيمسفير. هلا البادي تاعهم بيقربوا على بعض تمام؟ البادي مع بعض عشان هيك في عندنا شيء بنسميه السيستم بالسيدم. السيستم بالسيدم هو الفاصل بين الرايت والليفت لاترال فنتريكل. واضح؟ تمام؟ اذا السيستم بالسيدم اذا بناخذ اذا بناخذ سكشن هذا البادي تمام؟ بناخذ سكشن ثرو ذا بادي راح نشوف الرايت والليفت لاترال فنتريكل. هذا السيستم الفاصل بيناتهم شو بنسميه؟ السيستم بالسيدم. يعني مثل ما حكينا البادي تاعت الرايت والليفت بالسيدم جراب بعض تمام؟ فمفصولين بهذا الحاجه السيستم بالسيدم بالنص بين الرايت والليفت فنتريكلز بين الرايت والليفت لاترال فنتريكلز تمام؟ طيب ايش كمان عندنا؟ طبعا السيستم بالسيدم اذا بدنا نشوفه هو هذا الحاجه هذا هنا هذا تحت الكورب هذا الكوربس كالوزم بيرجع هون هذا الكوربس كالوزم تحته مباشرة البنتريكل وهذا السيستم بالسيدم اللي بيصل بين البادي تاعت اللاترال فنتريكل تمام؟ هذا الثيرد فنتريكل اذا هون هذول هذا الثيرد فنتريكل شايفين هذا الفرامل اللي هون هذا بنسميه الفرامل اوف مورو اللي هو الجزء اللي بينقل السي اس اف من اللاترال فنتريكل على الثيرد فنتريكل هذا شو بنسميه الفرامل اوف مورو او الانتر فنتريكولار فرامل. طبعا هذول ايش الاستراكشر الموجودين هون؟ هذا الرايت ثالامس وهذا الليفت ثالامس هذول تو ثالاماي تحت الثالامس في الهايبو ثالامس تمام؟ اذا الثيرد فنتريكل موجود بين الرايت والليفت ثالامس. طيب مثل ما حكينا الثيرد فنتريكل هو عباره عن نارو كافيتي موجود بين تو ثالاماي تمام؟ كوميونيكيت مع اللاترال فنتريكل عن طريق شو اسمه الفورامين سميناه فورامين اوف مورو او انتر فنتريكولار فورامين مع الفورث فنتريكل عن طريق السيربرال اكويداكت او السيربرال اكويداكت او سيريديانس شايفين هذا الثيرد فنتريكل موجود في فورامين الثرماي في دكت اللي بتنزل في الميدل بريل شايفينها هذا هون الثيرد فنتريكل دكت هذا بتمشي في الميدل بريل بنسميها السيربرال اكويداكت تربط الثيرد فنتريكل مع ايش؟ مع الفورث فنتريكل ليش مش مفهوم الآن؟ ليش مش مفهوم؟ واضح الفنتريكلز؟ الفنتريكلز هي كافيتيز داخل البريل تو لاترال فنتريكل داخل السيربرال هيمسفير ثيرد فنتريكل توين تو ثرماي وبعدين فورث فنتريكل تحت توين ايش؟ السيربرلم والبرين ستيم او السيربرلم والبونز والميدلم تمام هذا فورث فنتريكل في كوميونيكيشن بيناتهم عندنا فرامينا تربط اللاترال فنتريكلز مع الثيرد فنتريكل طبعا هذا اذا قسمنا البريل هذا واحد من ايش؟ هاي الثالامس اذا بحط الثالامس الثاني السايد الثاني اللي هو من جهه التركيبات بيطلع سبيس هون بيناتهم هذا هو الثيرد فنتريكل مربوط شايفين عن طريق السيريبرال اكويدكت مع الفورث فنتريكل طيب مين كان بيسال هون؟ لا هي البرين نفسه الستركتشر تاعت البرين مش انها لها
الهوور الخاصه فيها يعني. هي الستركتشر ديفرنس ستركتشر تبعت البراند هي اللي بتعمل ال نفس البراند شو نعم ايش؟ تكون محاطة بيا متر لا اللايننج تاع الكافيتي هي الابيديمال سيلز حكينا عن اول محاضرة تكون الابيديمال سيلز الجلايا سيلز حكينا ايش؟ فيها بيا ايش؟ في لاير الابيثيليوم اللي فيها مكون من الابيديمال سيلز هي من البراند تشو نعم هو نعم البراند تشو بس هو الكبد ك يعني ككبد نفسه لاين بالايش بالابيديمال سيلز وهي تعتبر اصلا من البراند تشو طيب CSF إذا هو الفلويد اللي بروديوست داخل الكافيتي عن طريق ستركتشر سميناها الكورويد بلكسس تمام الكورويد بلكسس إذا هو كلير كلامس فلويد هو فلترت من البلازما تمام بروديوست باي ذا كورويد بلكسس إن ذا فنتريكلز تمام إيش كمان هنا الفلويد فلترات الفلويد راح يمشي من اللاترال فنتريكلز على الثيرد فنتريكل ومن الثيرد على الفورد حكينا من الفورد فنتريكل راح يطلع ايش للسب اركلود سبيس حول البرين والسبينال كورد تمام السايز تاعه تقريبا من 130 ل 150 طبعا في عندنا كونتينوس برودكشن وابزوربشن البرودكشن عن طريق الكورويد بلكسس والابزوربشن عن طريق ايش الاركينويد جرانيوليشنز شفناهم قبل شوي وين موجود الكورويد بلكسس؟ إذا الكورويد بلكسس هي عبارة عن ونش بخل تفاصيلها كثير بس هي عبارة عن نتورك شايفين هذا لهم الكورويد بلكسس هي نتورك من البلد بلكسس معها بين المتر وكبر بالإبنت بلكسس نش بخل بكذا بس هي هذا إنفاجينات يعني إنفاجينات داخل إيش؟ داخل الكابيتس داخل الفنتريكلز وهي المسؤوله عن البرودكشن بيصير هون البرودكشن ليش السي اس اف اذا السي اس اف برودوس من البلد اللي داخل هذا ليش داخل هاي النتورك من البلد بيصير السي لما نشوف اللوكيشن تحت بالضبط موجوده الكورويد عندنا كورويد بيكسس هاي موجوده في ايش في الروف للفورد فنتريكل في عندنا في الروف للثيرد فنتريكل موجوده كمان بالفلور لللاترال فنتريكل اذا الكورويد بيكسس مش بس فنتريكل معين موجود بكل الفنتريكلز بالفلور لللاترال فنتريكلز بالروف للثيرد فنتريكلز وبالروف للفورث فنتريكلز دول هم كلياتهم اذا البرودكشن للسي اس اف بصير داخل هذول الفور فنتريكلز واضح؟ طيب السيركيليشن مين يحكي لي كيف السيركيليشن للسي اس اف؟ لنفرض ان بلشنا من اللاترال فنتريكلز على لا شو اسم الفورامين اللي بربط اللاترال فنتريكل مع الثيرد فورامين مونرو او انتر فنتريكولار فورامين وبعدين عن طريق من الثيرد فنتريكل للفورد عن طريق ايش؟ سيريبرال اكويدكت بعدين هون في عندنا فورامين تربط السيريبرال طبعا الفورد فنتريكل هو كونتينيوس مع السباينال كانال مع السباينال كانال الموجوده في ايش؟ في السنتر تاع ايش؟ او في السنترال كانال تبع السباينال كورد بس كمان ايش؟ اوبن انتو سب اركيلويد سبيس شايفين؟ بتاع السبع اركيلويد سبيس تمام في عندنا فورامينا هون واحد نسميه فورامينا ماجنتي هذا هو في عندنا اثنين لاترال نسميهم فورامينا اوبلوشكا تمام هذول من خلالهم كوميونيكيشن بين الفورث فنتريكل والسبع اركيلويد سبيس يدخل على السبع اركيلويد سبيس وبيتوزع على كل السبع اركيلويد سبيس حول البرين والسبينال كورد يعني كله اوبن على بعضه السبع اركيلويد سبيس واضح؟ الابزوربشن مثل ما حكينا عن طريق اللي هي هذول الستركتشر شو بنسميهم؟ اركينويد جرانوليشنز هي اكستنشن من الاركينويد ايش تشو باتجاه البين السايد الفانكشن للسي اس اف اول شيء هو كونه فلويد موجود بين اللايرز بين الاركينويد والبيامتر فلويد حيط في البرين والسبينال كورد اكيد راح يعطي بروتكشن يشوك ابزوربر تمام والشغله الثانيه ايش؟ انه بيحكوا هو الفانكشن بتاعت السي اس اف مش معروفه يعني نوت ويل نون يعني بس بعض الفانكشن انه مثلا ريموف الميتابلايتس لانه ما في عندنا بعض الميتابلايتس ريموف عن طريق السي اس اف ما فيش عندنا لان ما فيش عندنا لمفاتكس داخل السي ان اس
الفوليوم، تحكم بالفوليوم ممكن نحافظ على الانتراكرانيال بريشر. تمام؟ يعني زاد أنا يكريز البلد فوليوم، الثاني ايش؟ كيف يكريز بالسياسات، والعكس كان يحافظ على كونستانت بلد بريشر داخل السياسات، داخل الكرانيال كافيتي. شو عندنا في أي مشكلة؟ في البرودكشن أو الأبزوربشن كل ما يزيد يعني الهايدروسيبرس هو زيادة اتصال الفوليوم تاع السياسة كل يعمل في مشكلة في الأبزوربشن أو في البرودكشن زيادة في البرودكشن أو مشكلة في الأبزوربشن أو حتى بلوكج الباثوي تمام فبصير يجمع ايش؟ السياسة داخل البرين كافيتي فبيعمل ممكن يعمل زي كومبريشن على البرين تمام؟ بصير ايش بنسميه الهايدروسيبرس أنا أشكر تفصيل هذا أكيد بيعطوني فيه من الشيء تمام؟ طيب يا ياسر عن القدرة هذه؟